السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، ومرحبا بكم في فيديو جديد في كوري عبد المجيد. من بعد كنا كنشوفوا الاسواق، اليوم نشوفوا الاسمنه في كوري. بزاف ديال الناس قالوا ناقصكم تمشيو كوري، احنا جينا كوري قرب مرجان دموها. ها كوري عبد المجيد اللي جا على طريق تيطوان ها هي، وانا ندخلوا عند عبد المجيد. السلام عليكم. مرحبا. خير. مزيان. مرحبا. اهلا اهلا ابراهيم. مرحبا. مزيان مزيان. عيد الدراري ديالنا هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام خي يوسف، تبارك الله. الله يرحمه والديك الخاوه. اليوم جينا لعندك باش نشوفوا الحوار، واش كاينه شي حواله؟ كاين الخير موجود. مين نبداو دابا، واش مكبرين ولا مصغاري؟ فيما بغيتي يلا. ودابا غادي ندخلوا الكوري الاولاني وغادي نشوفوا اسمنه الحواله اللي عندهم هنا والحواله اللي عندهم. ها الدراري كاسوا جينا الحواله، اللهم يبارك. عاود الحواله، عاود لي، عاود كتشوف حواله يا خينا. خي يوسف سنان حليب، تبارك الله. دابا شحال يكون في العمر ديالك؟ هذا العمر ديالو غيكون دابا عنده 10 شهور. تبارك الله. فغادي راس السوق شي حاجه. تبارك الله. الحوالة خفافين عايقين. هي ضروري السلعه معلفه ومليحه وشي حاجه ديالنا كاسبينها ماشي. دابا شحال نقولوا الاسمنه هذا شحال؟ ودابا هذا الثمن ديالو خي ابراهيم حاليا 4500 درهم. الاسمنه اللي ما يجبرهاش ما يجبروها شي كليان في السوق. تبارك الله الحاولي كيما هز الحاولي والله هز زيد هذا خايب. هز الخاو الله يرحم باه. ما قدرتش هذا الصغير ديالهم دا. خا يوسف وهذا تبارك الله شحال هاد البركه؟ هذا خاي ابراهيم 4500 درهم. نقولوا مثلا شي واحد جا وشراه بغى يخليه من مثلا الصباح ديال العيد، واش كتخليه وسط؟ كنخليه هي الصباح ديال العيد، من 5 الصباح في الصباح ديال العيد والليله ديال العيد كنخليه الحوال انايا في الليله ديال العيد. والصباح ديال العيد بالنسبه للناس اللي عندها ساكنه في العمارات وكذا ما عندها في اسم الحاولي، تجي في الصباح دير الحاولي ديالها. الناس اللي ما كتجبر فيه تذبحوا عندنا حموطه خاصنا الذبيحه كيذبحوا هنايا، وكاين قزار اللي ذبحوا لهم وكاين كلشي. يعني تسمى كيجبر مشكل حتى شي حاجه كتشري هنايا كتذبحوا هنايا الدامي ذبحوا هنايا والعلف فابور وكلشي فابور. هاد الحواله هادو كنكسبوهم على يدنا خي ابراهيم. الحاولي دابا مثلا كنجمعوا واحد الكميه كبيره وكنطلعوها ابتداء من شهر 11 وهي في الاول كنطلقوها في الربيع. ومورا خاي ابراهيم قلت لي هنايا تبارك الله كيكون الربيع موجود هنا. موجود هنايا هي كنطلقوها في الربيع. مي كيجي رمضان كندخلوها تعلف اخاي ابراهيم. عاوت العلف دابا في الصباح وشيه. كتعلف في الصباح وشيه والعلف انت شي قدامك. لا تبارك الله كلشي جبرناهم كيخويو تما. كيخويو تما. شحال مدة دابا نتوما هنايا؟ دابا 16 سنة. هو الوالد هنا كيبيع في هذا الكوري هذا. دابا جبرتو الوالد فهمتي مسافر. لكن كاين هنا يا يوسف. كاين هنا يا يوسف. يوسف هنا كيبيع كلشي اللي جا مرحبا به. تبارك الله عليك اخا يوسف. دابا نمشيو نشوفوا مطايا الاسمنه اللي غنعدلوا لهم هنايا ما يجبروش في السوق، وحتى الجوده هنايا اللي كاينه هنايا ما كايناش في السوق اخا يوسف. نمشيو نشوفوا مطايا اخا. مرحبا اخا يوسف. اهلا اهلا. دابا شحال عندك الانواع هنا كيبان لي؟ هنا كاين الصربي، كاين الخنيفري، كاين عاوت الوجدي، كاين السلعه بجاد على الداخله، السلعه بجاد، وكاين السلعه مراكش حتى هي على الداخله. السلعه دوج دابا قا داخله. دابا من هنا السيمانه ما جا باقي ما طلقتي شي واقيله في بيع دابا؟ لا دابا باقي ما طلقناش بيع اخي ابراهيم، يعني باقي سيمانه ونطلقوا. بزاف ديال الناس كيقولوا الحاولي اسبانيا كيفاش عامل، الحاولي اسبانيا كيفاش عادي يكون؟ تبارك الله مطنفح يا اخي. وياه مليح اخي ابراهيم راسك. واخا كيفاش هذا عندك واحد دابا اسبانيا ما يجيبسه؟ هذا جبناه مع الفيرمه هذه، واحد الفيرمه كبيره في الرباط، جبناه هنا هنايا بحق باقي واحد 100 داخله السيمانه اللي ما جا داخله واحد 100 اسبانيا. وتبارك الله مزعبط يا اخي. ها انت شو قداش؟ لا تبارك الله الحاولي. دابا هاد الاسمنه ديالو بشحال تكون كتصراوح؟ هذا سبع اخي ابراهيم. شحال سبع؟ هذا سبع اخي ابراهيم 7000 درهم. تبارك الله. دفيزا يا دفيزا اخي. وعنده هنايا العيبه هنايا حايله. ضروري دور دور. دابا اللحم ديالو تكون تقريبا بحال ديالنا ولا؟ وتقريبا بحال ديالنا، راه كياكل نفس العرف ديالنا. دي العاف اللي كياكلوا هاد خوتو هما وريهم في الكاميرا. غير الجو اللي مبدل. اللي كياكلوا خوتو كياكلوا هو، الجو اللي مبدل بحال اللي قلت. تبارك الله، اللهم بارك وزيد في يديه. خي ابراهيم دابا الناس اللي ما عندهاش في الذبحة ولا اللي بغات ما توسخش الدار ديالها ولا شي حاجة، كاين عندنا هنايا موطع خاص الذبيحة فين كيذبحوا الناس وقزارة يعني تشرافيين اخي ابراهيم. يعني الصباح ديال العيد هنا الصباح ديال العيد كيكونوا هنايا حاضرين ناظرين. الحاولي ديالك واجد تما تشوف الحاولي الجوده ديال الحاولي. لا تما تشوف كلشي ديالك اخي ابراهيم. قلت لنا كان شي حاولي ماشي وهذا نجيبوا لك الحاولي صافي جديد ذبحوا ديك الصباح ديال العيد. اوه يوسف قال لي غنجيب لك الحليب باقي سخون اخ. صافي ابراهيم. ايوا اخي يوسف. جيتي عندنا وخصك ضروري دير بركه. الله يرحم والديك. قلت لك الحليب معلبه. لا هذا الحليب طبيعي انت كتشوف كلشي قدامك اخي ابراهيم باقي سخون. تبارك الله كتحس بخمسه
5 لتر و 5 لتر والله الا قسلوني بداك الحليب 3 دراهم ضرب 4 دراهم رجع دابا الله يرحم والديك الخام باقي كيتنتن يا اخي حتى ديك الحاول الصور ديال انت باقي خصنا الحليب خصها ديك الحاول الصور ديال راه هو هادي باقي ما ولداش هذه باقي ما ولداش اخي ابراهيم هادي شحال الثمن ديالها هذا اخي ابراهيم الثمن ديالها 1400 درهم اخي هذا قابل للمفاهمه قابل للمفاهمه الخام وهذا اللي اشتبر الصديق ديالنا وهذه حتى هي هذه 1300 درهم اخي ابراهيم يعني هادو عاو صرديين هادو صرديين تبارك الله هادي اللي عند الصديق ديالنا وهادي اللي عند الصديق ديالنا هما تقريبا بحال بحال حتى هادي 1200 درهم بركه اخي ابراهيم مرحبا عند السي يوسف يا واجو تفاهم مع الناس لا ضروري مفاهمه ضروري مرحبا بالجامع المسلمي تبارك الله عليك اخاودي هنايا هادو جاو معازلين بوحدي تسمى ضعوا الفصيله ديالهم بوحدي الفصيله يا اخرى هادي هادي الغلمه هادي كتكون سباق لها ولدات وهادي دابا فهمتي ما عشره ما والو هادي دابا طلقيناها للبيع في العيد الاضحى يعني عاود كاينه الناس ديالها كاينه الناس ديالها هادي الثمن ديالها كيتراوح بين 1800 درهم هادي قد ديك الحاول اللي 5000 درهم غير هادي غلمه اي هادي غلمه صافي هذاك الحاول دابا دابا هادوك دابا اللي والدين عملتوهم هنايا هادو اللي والدين واللي غيتباعو في العيد منهم هنايا وباقي شي حاجه اخرى عاد ما جا خايب راه هادو عاود الناس ديالهم كاينه عاود الناس ديالها والجديان بالنسبه للجديان سيناهم براهو الناس اللي يقولوا لي الجديان راه الجديان ما كنجبرهمش بزاف الجديان راه موجودين من هنا تسعود الشهر يكون هنا تكون حيت عندي واحد الكومونتيرس قالوا لي اخي ابراهيم واش ما عندكش مع الجديان حيت باقي الجديان ما جبرتي الجديان الجديان دابا من هنا سيمانه غنجيو شي جديان راس السوق كامل صافي ديك الساعه نرجعوا ان شاء الله مرحبا دابا هاد المعيزه هادي شحال يكون الثمن ديالها قلتي لي 1800 درهم هذيك راه هي واحد ثمن واحد هذا مزيان ثمن واحد وكاينه المفاهمه خبرة تبارك الله عليك الخام السلام هذه هي نهايه هذا الفيديو هذا عند كوريد عبد المجيد الاخ ديالنا يوسف وانتم شفتوا الاسمينه ونتمنوا ان شاء الله يا ربي هذا العام هذا كل شيء عايد والسلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد